التمريض تكشف شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية. اكتشفت الدكتور كوثر محمود النقيب التمريضي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض عن شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية للعام الدراسي 2022-2023. وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن مدة الدراسة بالمعاهد 5 سنوات دراسية، لافته إلى ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، مع ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم. وقالت إن القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدني بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، لافته إلى أنه تتراوح الإعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 إلى 30 طالبة طالبة، على أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها علي شهادة التعليم الأساسي، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري علي حده حرصا على مبدأ التوطين. وأضاف الدكتورة كوثر محمود أن من بين الشروط أيضا أن لا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 14 عاما و6 أشهر، وأن لن تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة مع عدم النقل من محافظة لأخرى. وأشارت إلى ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: الإملاء في اللغة العربية 7 درجات من 10، اللغة الإنجليزية 7 درجات من 10، الحاسب الآلي 7 درجات من 10، لافته إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المتقدمين بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يشمل كشف نظر، كشف باطني، اختبار المخدرات، كشف لياقة طبية للوظيفة. وقالت الدكتورة كوثر محمود أن المتقدمين للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يخضع لاختبار كشف الهيئة، والذي يتضمن الاختبار الشخصي واختبار القدرات، بالإضافة إلى اختبار نفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية واختبارات قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية، حسن المظهر، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن. وأوضحت أنه في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتي: إقرار علي ولي الأمر بأن الطالب الطالبة لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، تعهد علي الطالب الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان، وعدم زواج الطالب خلال فترة الدراسة. وتابعت أنه يتم توقيع قرار بعدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة، حيث يتم النقل خلال فترة الأجازة الصيفية ونجاح الطالب الطالبة، ويشترط النقل لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافته إلى أنه في حال طلب النقل لجهة أخرى يتم دفع المصاريف الدراسية ل5 سنوات كاملة. وأضافت المشرف العام على التمريض إنه يتم توقيع إقرار بحضور كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل الملف.